مرحبا، ممكن اتعرف على حضرتكم؟ شو مجال عملكم واختصاصكم؟ انا عبد الله حجازي من شركه حجازي بيكرز، بنعمل ماكينات الكعك، الشابوره، المعمول، شيء له علاقه بماكينات المعجنات بشكل عام. طيب شو رايكم عن معرض تراب؟ المعرض كان منيح، بل افضل من منيح، يعني كان فوق المتوقع الحمد لله. يعني عم تفكروا السنه الجايه انه تكونوا موجودين معنا بالمعرض؟ ان شاء الله ان شاء الله، اكيد اكيد اكيد. في عندكم اي ملاحظه حابين تضيفوها بخصوص تحسين المعرض مثلا؟ حاليا ما في شيء، يعني الامور كلها ما شاء الله، يعني كلها حلوه. شكرا كثير لكم، نتمنى لكم يوم سعيد. شكرا.